الخطر وكرة ملعوبة عرضية لكن كرة تبعد تتحول يا بيتروس أول الأهداف ضربهم في كرة ملعوبة يلعبها في زاوية صعبة جدا والكرة تذهب للشباك خذها على الطاير بيتروس ليسجل أول أهداف اللقاء الفتح العنيف وكرة ملعوبة عرضية في مكان جميل وكرة بتمر جول العودة دائما من جانب رومارينيو هدف التعادم هدف التعادم والكمباك رومارينيو داكم مرة ثانية من أهدافه صياد برازيلي بشباكه رماك إنه عمل ممتاز جدا إيغور كورنادو بيمر ويلعب كورة جول الله